السلام عليكم، كيف لقيتم مزيان؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير يا ربي. اليوم جيت نقدم لكم وصفه جميليه، وصفه رائعه جدا، وصفه من وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام، وصفه اللي هي العنصر ديالها حبه البركه او السانوج الكحل والعسل البلديه او عسل الحر. كما كتعرفوا العسل الحر وحبه البركه مذكورين في القران. الوصفه اليوم وصفه اروع وصفه، يعني كتنقي البشره ديالنا ونضاره البشره ومطهر الوجه، كيصلح لجميع انواع البشره والمشاكل البشره. نبدا على بركه الله. عندي السانوج كنطحنو ونغربلو حتى يصير على هذا الشكل هذا. وثاني مكون هو العسل الحر. العسل الحر اللي هو مطهر جدا مضاد الاكسده، وكيعمل العسل ايضا على تصدي حب الشباب، ومفيد للبشره وتنقيه البشره من الرؤوس السوداء، مفيد جدا لجميع انواع البشره. كنخلطوا المكونات بجوج مع بعضياتها حتى يندمجوا مع بعضياتهم. من بعد ما نديروا هذا، نطبقوا هذا الماسك على الوجه ديالنا، كنغسلوا الوجه ديالنا مزيان بالماء والصابون، كنعملوا واحد الحمام بخار، يعني واحد الانيه فيها الماء مغلي، وكنديروا واحد الفوطه على الوجه ديالنا باش كي المسامات كيتفتحوا، وكنستافدوا من هذا الماسك ديالنا اكثر. كنعملوا هذا الماسك على الوجه ديالنا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد هاد 10 ديال الدقائق كنعملوا مساج للوجه ديالنا او تقشير، كيساعد في ازاله الخلايا الميته التي تتغطى الوجه ديالنا. وكان المساج راه كيطهر وكينعم الوجه ديالنا، كيزيل الميكروبات والبكتيريا، وتنشط الدوره الدمويه، كيزيل التصبغات، وكيوحد اللون ديال البشره. وهذا الماسك صدقوني اللي كيعطي واحد النتيجه اللي هي رائعه. واي ماسك او اي وصفه حطيتها في القناه كنكون مجربها انا شخصيا، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبر. راه اللي بغات تهلا في راسها تستعمل هذه الوصفه جوج المرات او ثلاثه ديال المرات في السيمانه، اللي كتعطي واحد النضاره اللي رائعه للوجه. غنخليو هذا الماسك على الوجه ديالنا 30-35 دقيقه، الوقت الكافي. كنغسلوه بالماء عادي وكنشفوا الوجه ديالنا. والملاحظه اللي ما عندهاش العسل الحره تعوضوا بزيت الزيتون. تزيد الزيتون مع هذا السانوج كتعطي واحد النتيجه اللي كتكون زوينه، ولكن راها الاصل ديال الوصفه بالعسل الحر. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما نكونش طولت عليكم. بالصحه والراحه.